السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا في ختام تداولات نهاية الأسبوع ونظرة على مؤشرات الأسواق العربية والعالمية وكذلك أسعار النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام باستعراض آخر التطورات ونتابع أولا من إغلاقات هذا اليوم. الكويت على انخفاض ضئيل ب6% وكذلك أبو ظبي انخفاض ب1.8%، تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي إذن مع هبوط 5 قطاعات في صادراتها قطاع الطاقة والبنوك. دبي أيضا إغلاق في المنطقة الحمراء ب8% بضغط من قطاعات الاتصالات والتي جاءت في صدارة التراجعات مع هبوط بعض الأسهم في هذا القطاع. السلطنة عمان على ارتفاع ب16%. أما بقية الأسواق الخليجية الأخرى التي لم تغلق بعد في ختام تداولات هذا الأسبوع، السعودية على تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، الآن ارتفاع ب0.2%، قطر على انخفاض ب0.20% مع تذبذب أيضا المؤشر منذ بداية التعاملات اليوم. نتجه إلى الأسواق العربية الأخرى ونتابع من القاهرة EGX30 على ارتفاع ب1.5%، سلطنة أو الأردن على انخفاض ب0.20%، بيروت ارتفاع وكذلك الدار البيضاء. الأسواق العالمية نتعرف عليها في هذا العرض وكذلك أسعار النفط والعملات والمعادن، بعد ذلك نبدأ النقاش مشاهدينا. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ أحمد عقل المحلل المالي، أهلا بك معنا. كيف تقرأ تباين البورصات العربية والخليجية في ظل وجود محفزات منها استقرار سعر الفائدة الأمريكي وكذلك ارتفاع أسعار النفط واستقرارها على الأقل عند 55 دولارا؟ اليوم نتحدث عن مزيج برنت 57 صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك. بالفعل بخلال هذه الفترة الأخبار الخارجية معظمها هي أخبار جيدة، يعني نحن في عنا عدم رفع الفائدة الأمريكية، في عنا أيضا استقرار أسعار النفط وحتى عودة إلى الارتفاعات لمستويات 57، مستويات أيضا مهمة جدا رغم الإعلان عن زيادة في المخزونات الأمريكية. صحيح، ولكن أيضا تم الإعلان عن أنه خطة تخفيض الإنتاج تسير بشكل جيد، بشكل جيد تطبق منها ما يزيد عن 80%، وحتى روسيا أعلنت عن تخفيض الإنتاج ضمن الخطة الموضوعة يعني، وبالتالي عطى زخم أكثر، لأنه موضوع خفض الإنتاج هو موضوع استراتيجي إذا بدك، وتأثيره على مدى طويل ودائم أكثر من موضوع ارتفاع المخزون الأمريكي لفترة أسبوع وانتظار الأسبوع الآخر والنتائج الأخرى بشكل عام. ولكن ما يحرك الأسواق بالفترة الحالية لا شك أنه هذه الأمور الخارجية وسياسات ترامب وغيرها وغيرها لها تأثير، ولكن المحرك الأساسي بهذه الأيام هو النتائج والتوزيعات اللي عم نشوفها. نحن الآن بفترة توزيعات، بفترة أخبار داخلية محفزة، ممكن ما بين يوم وآخر حسب نتائج الشركات وحسب الإعلانات والتوزيعات المقترحة يكون في تأثير على السوق، خاصة إذا كانت هذه الإعلانات هي لشركات قيادية. وبالتالي هذا التباين بالأداء هو ناتج من أولا وصول بعض الأسواق إلى نقاط مقاومة قبل غيرها بشكل أسرع، وبالتالي لابد من عمليات جني أرباح، وعم نشوف هذا الموضوع بالبورصة يعني القطرية. أيضا بعض أخبار الشركات والتوزيعات الموجودة قد تحرك بعض الأسواق إيجابا أو سلبا خلال هذه الفترة. إذن إغلاق السوق القطري على انخفاض ب20% في ختام تداولات هذا الأسبوع، لكن الأبرز السوق الإماراتي، أبو ظبي انخفاض ب1.8%، دبي انخفاض ب0.8%، كيف تقرأ سلسلة التراجعات بهذا الشكل في السوق؟ يعني نحن بنشوف في خلال هذه الفترة أسواق التي لها علاقة بلاعب أجنبي وأكثر من غيرك عم نشوف عليها بعض الضغوطات. حتى نحن إذا بنرجع للسوق القطري باليومين الفائتين بنشوف بعض الضغوطات من محافظ أجنبية. الفترة الحالية أعتقد وقرب أيضا
المراجعة الربع سنوية لمؤشر MSCI اللي مفروض تصير بيوم 9 من الشهر القادم قد يكون لها بعض التأثيرات أيضا على حركة بعض اللاعب الأجنبي وحتى اللاعب المحلي بالترقب وانتظار ما ستسفر عنه هذه المراجعة بشكل عام. ولكن إذا بنشوف معظم الأسواق التي يعني اللاعب الأجنبي موجود فيها اليوم يعني بنشوف عليها بعض الضغوطات لاعب قطر وسوق دبي يعني نوعا ما. طب ضعف السيولة في السوق القطري هيدا يعني لماذا؟ صحيح هذا الموضوع هما الإعلان عن أرباح وما ذكرت وهناك بالرغم من جميع المحفزات نحن صرنا بسنة 2016 في انخفاض قوي كان بالسيولة مقارنة مع السنوات السابقة بالرغم أنه جميع المحفزات قامت بها إدارة البورصة مشكورة ومقدر عملها الكبير يعني لمحاولة جذب استثمارات وجذب سيولة شفنا نحن فتح الهامش شفنا رفع نسبية يعني نسبة التملك شفنا إعفاءات من ضرائب اللي هي الخاصة بموضوع الشركات والأسهم عم نشوف دائما معطيات إيجابية ما الذي ينقص السوق القطري من المحفزات يعني أعتقد أنا أن السوق القطري بهذه الفترة مثله مثل أسواق الخليج وأسواق العالم اليوم أسواق الأسهم هناك بعض الضغوطات هناك بعض الخوف البعض يبحث عن استثمارات آمنة عن أرض عن ذهب والبعض الآخر ينتظر نحن خلال هذه السنة مرينا بكثير من المتغيرات بكثير من المعطيات اجتماعات أوبك وحتى الاتفاق إلى أسعار النفط شوف وين كنا ب 27 وبغيره وضغوطات على أسعار النفط ظروف سياسية موجودة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتغيرات في عنا تغير بكثير من سياسات الدول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصول ترامب إلى سدة الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية قرارات إيطاليا بأيضا الإصلاحات الموجودة اليونان وما حصل بها عم نكون دائما أمام تحديات موجودة وضغوطات موجودة حتى الأدوات الاستثمارية اليورو الباوند جميع هذه الأدوات الذهب كانت على انخفاض بالتالي الناس ومن يملك السيولة اليوم هو يطبق مقولة الكاش عزيز أو المال عزيز وبالتالي يبحث عن إما استثمارات آمنة وإما الاحتفاظ بهذا الكاش بانتظار وضوح فرص أكثر أمانا من أي فرص أخرى. يبقى معنا سيد أحمد عقل. مشاهدينا الكرام نذكركم دائما بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وأيضا تويتر. بعد الفاصل نستكمل النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. الآن نستعرض أحد المؤشرات الخاصة بالشرق الأوسط ومؤشر بيكر ماكنزي مؤشر الدمج والتملك العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط. كيف كانت هذه العمليات في الشرق الأوسط عمليات الدمج والتملك؟ نتابع إذن وفقا لمؤشر بيكر ماكنزي فقد ارتفعت عمليات الدمج بأكثر من الضعف خلال عام 2016 لتسجل 10 مليارات دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار عام 2015. الإمارات احتلت الصدارة في عدد عمليات الدمج بتنفيذ 18 عملية خلال عام 2016. سلطنة عمان جاءت في المرتبة الثانية بواقع 3 عمليات تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بواقع عمليتين فقط. الكويت جاءت في الصدارة من حيث القيمة السوقية بعد استحواذ شركة هاباك جالويد الألمانية على شركة ملاحة أخرى بقيمة 5 مليارات و400 مليون دولار. قطاعات التكنولوجيا والطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة شهدت 5 من أكبر عمليات الدمج في العالم. قطاع التكنولوجيا تصدر العمليات من حيث القيمة بنحو 67 مليار دولار وتصدر القطاع الصناعي من حيث الحجم بتنفيذ 227 عملية بنهاية 2016. ما يهمنا في هذا الموضوع عمليات الدمج إلى أي مدى تؤثر عمليات الدمج والاستحواذ والتملك على أداء بورصة ما إن حدث فيها عمليات دمج؟ لا شك لها يعني تأثير مهم جدا وبعض الأحيان بيكون مباشر. يعني اولا عمليات الدمج اذا عم بتتم بين شركات خلينا نفترض انه عاده الدمج يتم بين شركتين او اكثر
إذا من شركة داخل مدرجة بالبورصة وشركة خارجا فهذه الشركة سوف تتأثر عملياتها مستقبلا بعمليات الدمج التي سوف تتم وبالتالي ممكن تكون فرصة شرائية جيدة وممكن يكون يسبب ضغوطات على هذه الشركة. إذا شركتين موجودين بالبورصة قرروا الاندماج بشكل عام فهودي الشركتين سيصبحون شركة واحدة وبالتالي حملت أسهم شركة معينة سوف ينتقلون ليصبحوا مساهمين بشركة أخرى. بعض الناس ممكن يفضلوا لا الخروج والانتظار والبعض الآخر قد يكون راغب بالدخول بهذا الكيان الجديد. هي عملية الدمج بشكل عام هي عملية ضم شركات لتصبح أكثر من شركة لتصبح تحت اسم واحد وكيان واحد يا إما جديد يا إما إحدى الشركات تكون هي المستحوذة. وبالتالي هذه العملية بشكل عام تؤثر على عمليات وعلى سير العمل بهذه الشركتين الموجودتين حاليا. طيب أشكرك حتى اللحظة. مشاهدينا الكرام ما رأيك أو ما رأيكم في توجه بعض الحكومات العربية لخصخصة شركات قطاع الأعمال والبنوك بطرح أسهمها في البورصة؟ هذا هو سؤال حلقة الغد. أما سؤال حلقة اليوم الذي لدينا تعليقات بشأنه، كيف ترى أسعار وجودة السلع التموينية في بلدك وتوجه بعض الدول لزيادة أسعارها لتخفيف العبء عن الحكومة؟ ولو كنت مسؤولا ما هي مقترحاتك لتطوير منظومة الدعم؟ بعد الفاصل مشاهدينا. إذن نبدأ بالتعليقات وبدايتنا مع سؤال، كيف يكون مستقبل الدولار بعد قرارات ترامب؟ إذن نجيب على الأسئلة والتعليقات التي لدينا. إذن كيف يكون مستقبل الدولار؟ أحمد يتساءل بعد قرارات ترامب. يعني هذا موضوع السؤال هذا هو ما يحير الناس هلا، وهو إذا كان حدا في قدر ما سيحدث للدولار فهذا موضوع يعني قابل للتغير حسب السياسات الاقتصادية التي سوف يتم نهجها. ولكن إذا بنشوف نحن بفترة ما قبل الانتخاب النهائي لترامب كان هناك بعض الضغوطات وكان البعض يتوقع انخفاضات. منذ وصوله تغيرت الأوضاع نوعا ما، حتى الأسبوع الفائت رجعنا شفنا عودة لهذه الانخفاضات. حركة الدولار هي تكون متأثرة بقرارات اقتصادية وعلى رأس ثلاث أو أربع أمور، من أهم أولا اللي هو قرار أو قرارات رفع الفائدة من عدمه، هذا قرار مهم جدا على قوة الدولار اتخذ الآن لتثبيت سعر الفائدة عند نصف نقطة وثلاثة أرباع النقطة صحيح المعنى. ولكن نحن منذ السنة الفائتة كان في كلام من الاحتياط الفدرالي الأمريكي عم بيقولوا إنه ممكن قد يتم رفع الفائدة ثلاث مرات في سنة 2017. طيب. إذا تم هذا الموضوع سيكون الدولار أقوى وسنشهد انخفاضات للنفط لليورو للباوند للذهب مقارنة مع الدولار، لأنه اليوم عم بيزيد الطلب على هذا الدولار. هيدا أحد الأسباب المؤثرة. ولكن هناك عوامل أخرى لها علاقة بالاقتصاد بالسياسة ولكن اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة يتوقف على مدى قوة الاقتصاد الأمريكي ونموه، وهذا صحيح. جاء في بطيئا في عام 2016 كما أعلن من قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية، وبالتالي لم يستطع الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الآن على الأقل. صحيح. بضمن قرارات ترامب أو خطة ترامب هو يبحث عن الانتعاش الاقتصادي، يعني هذا أساس الحملة كانت لترامب اللي هو الانتعاش الاقتصادي وعودة الاقتصاد الأمريكي لما كان عليه سابقا، وهلأ عم يحكي بتخفيض ضرائب بجلب شركات لتعمل بإنعاش لهذا الاقتصاد. إذا تم هذا الإنعاش وإذا كان هناك من نتائج إيجابية قد نشهد عودة للارتفاعات، يعني هذه النتائج الاقتصادية هي تقارير تصدر بشكل شهري وحتى البعض منها أسبوعي، وبالتالي ممكن ما بين شهر وآخر وفترة وأخرى نشهد معطيات جديدة تساعد على رفع الفائدة. طيب أيضا نظل في هذه النقطة، هل تعتقد أن أمريكا يمكن أن تقوم بتخفيض قيمة عملتها الدولار إذا ما قويت مرة أخرى؟ لأن هناك اتهامات انتقادات من قبل أحد مستشاري ترامب تقريبا المستشار التجاري للصين واليابان وألمانيا بأنها تقوم بتخفيض العملة، وبالتالي لوحظ من ذلك أو فهم البعض بأن أمريكا قد تلعب على هذا الوتر أيضا. يعني شوف هلأ بالنسبة للدولار الأمريكي هو إذا بدك العملة الرئيسية الأولى بالعالم، وبالتالي حركة هذا الدولار لن تكون بالسهولة مثل أي عملة أخرى. في عندنا نحن البترو دولار، يعني الدولار اللي هو مسعر ب أو البترول مسعر بالدولار. في عندنا نحن الذهب له أسعار بالدولار. كثير من المنتجات مسعرة بالدولار الأمريكي، وبالتالي ليس من السهل التحكم بعملة رئيسية هي العملة الأولى بالعالم. بالرغم من أنه
هذه العملية لها سيئات ولها حسنات. طيب نظل أيضا في العملة وهذا السؤال، هل يمكن للعرب توحيد العملة؟ من جهة ممكن ممكن، هي من الناحية النظرية، من الناحية النظرية يمكن لكل العالم أن يوحد العملة، ولكن الوضع الحالي واختلاف الدورات الاقتصادية والقدرات الاقتصادية والمشاكل السياسية والمشاكل الاجتماعية وغيره وغيره، ليس من السهل توحيد العملة اليوم. أنت لما نحن نحكي بتوحيد عملة ماذا يعني؟ مثل ما شفنا اليورو، شوف اليورو قديش صار له، والآن بعض الدول عم تعود لا تخرج منه وعم تشوف ضغوطات. توحيد العملة يعني أنه جميع هذه الدول أصبحت تعمل بعملة واحدة، وبالتالي قيمة العملة لكل هذه الدول هي واحدة. من هون يجب على كل هذه الدول أن تشارك بجزء معين من الاحتياطات من غيره. أي ضغوطات بأي من هذه الدول ممكن يأثر على هذه العملة التي ستؤثر بالتالي على جميع الدول. نموذج آخر للاتحاد الأوروبي. صحيح. اليورو، منطقة اليورو. صحيح. أعتقد أنا أنه نحن قبل ما نروح لتوحيد عملة نحن بحاجة إلى معطيات قبل تكون سابقة لهذا الموضوع، على رأسها إيجاد مثلا اتحاد اقتصادي، سوق عربية مشتركة، لغي الضرائب وغيره وغيره. ما فينا نجي نقول نحن بدنا عليه الدول الخليجية حاليا. صحيح. ونحن عم نشوف خطوات جادة لإنشاء الاتحاد الخليجي، منطقة الخليج عم تاخذ خطوات جادة بهيدا يعني موضوع نوعا ما. أصبحت يعني تنقل رؤوس الأموال أصبح سهل بين دول الخليج، حتى الضرائب أصبحت غير موجودة بمعظم أسواق المال. عم نشوف أنه الخليجي يعامل معاملات الدولة التي هو فيها، يحق له تملك أي عدد يريد من الأسهم. جميع هذه المعطيات هي نواة للوصول إن شاء الله إلى وحدة سياسية ووحدة عملة. أبو محمد على تويتر يغرد قائلا، هل الذهب مرتبط بأسعار العقار كما يقال، بمعنى تناسب عكسي؟ يعني شوف، نحن هون ما فينا نقول أنه في ارتباط مباشر بين الذهب وبين العقار. هو الذهب مرتبط بالعملات اللي هي العالمية، ولكن الذهب والعقار بشكل عام هي من الملاذات الآمنة. الذهب هو ملاذ آمن يبحث عنه معظم الناس في حال وجود أو فكرة عدم استقرار سياسي، وبالتالي يبحث عن هذا الذهب الذي يستطيع لاحقا تحويله وتسييره إلى أي عملة أخرى. العقار هو ملاذ آمن بحالات التضخم، ليس بحالات حروب وغيره، هو أكثر بحالات تضخم وارتفاع أسعار وعدم. الناس تبحث عن العقار لأنه هذا العقار بشكل عام مع المدى الطويل دائما ما يزيد الطلب عليه، ويمكن في عنده ميزة عن الذهب أنه ممكن أن يجلب لك بعض الإيرادات عن طريق تأجير، عن طريق بناء، عن طريق غيره. ولكن الذهب والعقار الاثنين من الاستثمارات. طيب الآن، ولكن هل يمكن يعني محاولة تفهيم أبو محمد بالعلاقة ما بين العقار والذهب عن طريق وضع أيضا الدولار، بمعنى الدولار إذا ارتفع الذهب ينخفض والعكس صحيح. صحيح. وبالتالي إذا كانت الدولة تستورد مواد كثيرة في البناء للعقار للمباني، فبالتالي هذا سيتأثر بالدولار، والدولار يتأثر علاقة صحيح. عكسية مع الذهب، وبالتالي يمكن جس نبض العقار من خلال الذهب عبر صحيح. الدولار. نحن عم نحكي هون عن طريق اللي هو العقار، وعم نحكي المباني. ما عم نحكي عن أسعار أراضي، أنا ما بعرف شو قصده بالضبط. إذا عم نحكي أراضي هي ملاذ آمن يبحث عنه الناس، وهو مختلف عن الذهب، ليس هناك أي علاقة، وليس له علاقة حتى بالدولار، حتى بالدولار. لأنه هيدا بالنهاية هو عبارة عن عرض وطلب. حتى نحن شفنا شو صار بمصر وبمعظم الدول لما العملة نزلت، شفنا كيف العقار سعره صار يتناسب مع القيمة الجديدة للدولار على عكس الأرض 100%، على اعتبار أن العقار يحتاج إلى مواد يتم استيرادها. صحيح. يتم استيرادها بالدولار. صحيح. وبالتالي تدخل فيها عمل الدولار لهذا السبب. في هذا الحساب على تويتر، هل ستنخفض قيمة الدولار؟ أنت أجبت في ثنايا إجابات سابقة. دكتور تركي يقول، قد يساعد ترامب في تحسين الاقتصاد إصلاح الضرائب والتوسع في البنية الأساسية لأمريكا لخدمة الأثرياء، ولكنه سيعزز من حركة كان حركة كالإكزيت الانفصالية. نتابع من حساب آخر، يخسارة يا مصر، كان نفسي الفرحة دي تكون بالنجاح في حل أزمة الاقتصاد المنهار مثلا، عشان تبقى فرحة دائمة مش فرحة مؤقتة، يوم وتعدي مصر بتفرح. قصده طبعا على فوز مصر وتأهلها لنهائي كاس أفريقيا. هل دور خبراء وأساتذة الاقتصاد مهم في تقديم النصائح للمجتمع في كيفية تصريف أموالهم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة؟ لا شك يعني خبراء وأساتذة الاقتصاد بالنهاية هم من الطبقة المتعلمة ذات الخبرة بمجال الاقتصاد والاستثمارات وغيره. بعترض على كلمة تصريف الأموال، يعني شوي نحن اليوم بدنا نقول أنه
كيف نستثمر وكيف نبحث عن استثمارات تكون داعمة للاقتصاد، تكون داعمة للعجلة الاقتصادية والدورة الاقتصادية، تأمين وظائف جديدة، فتح أفاق جديدة، الانتقال من مرحلة مستورد إلى مرحلة مصدر. هيدا كله أنت بحاجة إلى خبراء وأساتذة بالاقتصاد بشكل عام، مثل ما أنت إذا بدك مجال الطبي أنت بحاجة إلى طبيب، مجال الهندسي إلى مهندس، مجال الاستثمار والاقتصاد أنت بحاجة إلى خبير اقتصادي أو استثماري. أشكرك السيد أحمد عقل المحلل المالي، كنت ضيفنا في البرنامج، شكرا لك. وشكرا موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام الحسن المتابعة، ننتظركم في بدايات أسبوع جديد يوم الأحد القادم بإذن الله، ومتابعة لتطورات المؤشرات من قلب قاعة تداول البورصة القطرية، فكونوا معنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية